كان قوميتي انا كردي يعني، فتحت البيت هذا وسميته بيت الكردي القديم، بس جمعت فيه كل الاغراض، يعني جمعت فيه اغراض كل شيء تبع الاشوريه تبع المسيحيه تبع الزردشت تبع يعني من جميع الملل في عندي، يعني مو بس عباره انه البيت هذا انه بيت الكردي القديم تابع للكراد، لا تابع لكل الطوائف. للعرض فقط، في اغراض ما نبيعها يعني. هلا عم نجيب نحن عم نحاول نجيب الجديد عم يجينا من الشام، القديم ما نبيعه، القديم عايفينه نحن لانه ما القطعه اللي بدك تبيعها ما في منها، القطعه اذا لها بديل نبيعها، ما لها بديل ما نبيعها. يعني مشروع كثير حلو يعني، إيه بس ما بعرف شلون، شوي الوضع مكركب، الوضع شوي اختلف بعد ما دخلوا على راس العين، تغير الوضع علي يعني، وان شاء الله بدي اكمل انا، بس عم استنى بس الاوضاع شوي تهدى